بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض ICDL مديول 3، لسه بنتكلم في جزء الورد. النهاردة هنتكلم على اول ايكونز في ايكون الريبون بار، وهي الفايل. فايكون الفايل هنبدأ ايكون الفايل يعني بالنسبة للفيرجن ويندوز فيرجن مايكروسوفت اوفيس 2010 هي بتكون ايكونز مكتوب عليها كلمة فايل. في فيرجنز تانية زي 2007 بتكون في الرمز ده، رمز الاوفيس، يعني ده رمز الاوفيس، فهي مجرد ان انا بدوس عليها هي اكني بدوس على رمز الفايل. طيب اما نيجي ندخل بقى جوه ايكونة الفايل، جوه ايكونة الفايل انا بتكلم في كذا اوبشنز او كذا فيتشرز بتدعمهم ايكونة الفايل في المايكروسوفت وورد. اول اوبشن اللي هي سيف، وسيف معناها ان انا اسيف الحاجه، يعني انا مسيفه الدوكومنت قبل كده، ومجرد ان انا عملت حاجه جديده او عملت تشينج جديد فبعمل سيف. سيف از لو انا عايزه اسيفه اول مره. طب ليه انت اول ما دوستي على سيف طلع نفس اللي طلع ساعه سيف از؟ لان انا مش مسيفه الدوكومنت ده قبل كده، تمام؟ فهو هيسيب على ايه؟ انت ولا محدد له الباص اللي هو هيسيب فيه، ولا محدد له الاسم، ولا محدد نوع الدوكومنتس اللي انت عايزه، تمام؟ فانا عندي سيف او سيف از، او لو استخدمهم اول مره بيكونوا نفس الايه، نفس الاستخدام. اوكي طيب انا عندي في سيف از مجرد ان انا فتحت قائمه فايل، دوست على سيف از او سيف، طلع لي الويندوز دي. الويندوز دي بتتكون من ايه، او ايه الاوبشنز اللي هتدعمها لي؟ الويندوز دي بتقول لي ايه اسم الفايل بتاعك، يعني انا موجود ان هو الديفولت نيم بتاعه دوكومنت واحد. طيب ايه الاسم بتاعك؟ لا انا مثلا عايز اقول ان هو هسميه بالاي سي دي ال، اي سي دي ال مثلا وورد او ميديوم وورد مثلا. اوكي طيب انا عندي الفايل ده اسمه، طب النوع بتاعه هيكون ايه؟ هيكون وورد دوكيمنت، يعني هيكون الاسم بتاعي دوت دي او سي اكس، وده اللي احنا هنلاحظه. مجرد من انا ما ادوس سيف هنلاقي ان هنا في التايتل بار اتحول الاسم او اتغير الاسم ل icdlword.docx، يعني دوت documents، لسه هو من نفس النوع من بتاع مايكروسوفت وورد. طب لو انا عايزه، لا انا عايزه اسيفه بنوع تاني، يعني انا مثلا لو عايزه احول الورد ده لبي دي اف مثلا، يبقى انا هختار الاوبشنز اللي بي دي اف، سيف از من سيف از تايب، هختار مثلا بي دي اف، فهدوس ايه اوكي او سيف، تمام؟ فهيبدا يسيف لي الدوكيمنت بتاعي دوت بي دي اف، نفس الاسم ولكن بنوع مختلف من الايه، من البرامج، تمام؟ طيب انا عندي بالنسبه لسيف، انا مثلا كنت حاطه الصوره اهو دلتها وكتبت مثلا اي سي دي ال مديوله 3 وورد مثلا. اوكي طيب انا عملت تشينج، فانا عايزه اسيب التشينج اللي انا عملته ده، فمجرد ان انا بدوس على ايكون اللي فوق اللي هي سيف، او بدوس على فايل سيف، ما جاليش الاوبشنز اللي جالي قبل كده بتاع سيف ايه، بتاع سيف از، تمام؟ الاختصار كمان بتاع سيف اللي هو كنترول اس، يعني انا مثلا كتبت حاجه تاني وعايزه ادوس سيف، يا اما ادوس على سيف، هنا عندي ثلاث حاجات، يا اما ادوس على سيف، يا اما من فايل وادوس على سيف، يا اما بسهوله عن طريق الكيبورد بدوس على كنترول وايه، كنترول واس. اوكي طيب تمام. تاني حاجه هنتكلم عنها، خلاص احنا اتكلمنا عن سيف وكلمنا على سيف از. طيب بتكلم على اوبشنز اوبن. اوبشن اوبن لو انا عندي مجرد ما ادوس عليه بيطلع لي نفس الويندوز اللي طلعت لي ساعه سيف از، ولكن هنلاحظ
ان. الويندوز دي التايتل بتاعها اوبن، الويندوز التانية سيف اس. الويندوز دي بتديني اوبشنز ان انا اختار اسم الفايل اللي انا عايزه افتحه، لكن هناك لو هنلاحظ ان هي كانت بتديني اسم الفايل سوري بتديني اوبشن ان انا اسجل اسم الفايل بتاعي وان انا احدد نوع الفايل بتاعي، لكن هنا لاحظ ان هي بتديك اسم الفايل اللي انت هتختاره ونوع الفايل. انت الفايل اللي انت عايز تفتحه دوت ايه، بس لو لاحظنا ان مفيش هنا ولا حاجه بي دي اف، كل انواع الفايل اللي بيدعمها الايه اللي بيدعمه الوورد دوكيمنت. تمام، يبقى هنا انا مجرد ما بدوس على اوبن من فايل على اوبن بيبدا يطلع لي انا هختار اسم الفايل نسي مثلا. لو انا رحت على الديسكتوب بروح من هنا او من اي مكان على الديسكتوب بدور على اي مثلا نوع من اي فايل دوكيمنت، مجرد ما بدوس عليه فبيبصيلي هنا الاسم بتاع الفايل اللي انا عايزه افتحه، ده من نوع دوت دوكيمنت. مجرد من ان انا اقول اوبن بيبدا ان هو يفتح لي كل الفايل اللي انا اخترته. تمام، يبقى ده الفرق بين اوبن وبين سيف اس. اوكي، تاني حاجه الكلوز. الكلوز لو انا عايزه اقفل البرنامج، احنا قلنا قبل كده ان انا ممكن اقفله من التايتل بار وممكن اقفله من من هنا. مجرد ان انا بقفل ده مش بيقفل لي سوري، انا هنا كنت عايزه اقفل السكرين كلها بتاع الوورد، لكن من فايل وكلوز انا بقفل الدوكومنت بس اللي انا فاتحاه، لكن مش بقفل السكرين، مش بقفل البرنامج نفسه. يعني انا ممكن افتحه تاني او افتح اي حاجه تاني على نفس السكرينه اللي انا شغاله عليها. فانا مجرد ما ادوس عليه من اوبن، شايفين من اوبن بدا ان هو يختار لي انا عايزه افتح ايه، او ان انا مجرد ان انا ما قفلت ده عملت كلوز ومن اوبن انا كده ما عنديش اي حاجه، فها ممكن ابدا من اوبن ان انا اختار ايه اي حاجه تاني. تمام، او اي فايل تاني، يا اما من information. دي بتبدا ان هي تقول لي المعلومات على الدوكيمنت اللي انا فاتحاه. بمعنى انا عندي الدوكيمنت اللي انا فاتحاه مسجلاه فين، مسجلاه في السي في يوزر صوره دوكيمنت اي سي دي ال وورد دوكيمنت. لو انا غيرت، شوف بصوا كده، لو انا غيرت المكان، لو انا اخترت مثلا على الدي مثلا كليه، تمام، وقلت سيف، مجرد ان انا ما اروح هنا هلاقي ان هو بقى على الدي اي سي دي ال وورد دوت دوت دوكيمنت. تمام، السايز بتاعه كذا، انا عندي بيجي واحده فيها كام وورد، التايتل ايديت تايم، التوتال ايديت تايم خد كام مينيت، ودي كل بعض الانفورميشنز على الفايل بتاعي. وهنعرف بعد كده ايه معظم الاوبشنات دي بتستخدم في ايه، او الانفورميشن دي بتستخدم في تاني حاجه او تاني اوبشنز اللي هو الريسنت. الريسنت بيجيب لي اخر فايلات انا فتحتها معاك بقى، يعني ايه لمده زمنيه معينه، يعني مش كل الفايلات طبعا، مش من اول ما انا من مثلا لو انا عندي الفايل ده او الدوكيمنت ده اديله 5 سنين معايا نفس الفيرجن، اكيد مش هيجيب لي كل الفيرجنات، ولكن هو بيبدا ان هو يجيب اخر ابديتس. يعني شوف انا بالنسبه لي اخر ابديتس مثلا ممكن نقول ان هو من من شهر مثلا. اوكي، بس فانا ببدا ان انا اختار الدوكيمنتس اللي عندي. حلو، طيب قائمه نيو هي بتعرفني ازاي ان انا، او هي اوبشنز الكرييت نيو فايل. طب انا كرييت نيو فايل مجرد ان انا ما بدوس على فايل مثلا، او مثلا انا بقول ان انا من بره كده وهدوس هنا واقول مايكروسوفت ويندوز فهيكريت لي نيو فايل. تمام، طب لو انا بقى شغاله على نفس السكرينه وقلت كلوز للاوبشن للدوكيمنت ده
وعايزه كاريت نيو فايل، وبروح من نيو وادوس بلاك دوكيمنت. مجرد ان انا بدوس بلاك دوكيمنت واقول كرييت، ده دوكيمنت عادي، الدوكيمنت الابيض اللي انا ايه اللي انا مكريتاه. طب ما بالك بقى لا انا مش عايزه الدوكيمنتس ده، امال انا عايزه ايه؟ انا في اوبشنز الوورد او مايكروسوفت وورد عطيهاني اسمه ماي تامبلت او سيمبل تامبلت. ماي تامبلت او سيمبل تامبلت ده تامبلت جاهزه، اشكال جاهزه يعني، بتبدا تساعدني في ان انا ممكن اطلع شكل البحث بتاعي بتنسيق كويس. يعني انا مثلا لو اخترت التامبلت دي، مجرد ان انا اقول كرييت هيبدا ان هو يدعم لي التامبلتس دي بصفحاته. هنا مثلا هحط التايتل بتاعي، هغير التايتل واحط التايتل بتاعي، احط مثلا هنا الكلام السب تايتل، هو اصلا شوف ده تايتل وده سب تايتل، ده بعض الابستراكت عن الموضوع بتاعي. وهبدا بعد كده اسرد الموضوع بتاعي تحت صوره معينه، الصوره دي ممكن اختار من صوره غيرها وهكذا. ولكن الشكل العام او التنسيق العام هو بدا يدهوني، ممكن ما يجيش عليا او انا ما عنديش وقت ان انا ابدا اعمل التنسيق ده. ممكن ان انا اختار سامبل تامبلت تاني، اي سامبل تامبلت بالنسبه، يعني مثلا ممكن اختار ده مثلا سامبل تامبلت بيكون ظريف مثلا، مجرد ان انا اقول كرييت فيبدا ان هو يطلع لي التامبلت دي ويقول لي ان دي صفحه مثلا اهي. تعال نشوف شكل الصفحه التانية مثلا، لو دوسنا انتر لا هو بينزل الصفحه، بيعمل الصفحه التانية عباره عن بلاك، يعني صفحه بيضاء، يعني ده مثلا معتبر كفر قدام. وبعد كده كل الصفحات اللي بعد كده بتكون سامبل او ايه او صفحه ايه او صفحه بيضاء. اوكي، يبقى ده بالنسبة للنيو. يبقى النيو بيبدأ ان هو يدعم لي تامبلتس ايه، تامبلتس جديدة. اوكي حلو كده. يا اما من نيو فورم اكزيست، بيبدأ ان انا لو انا عايزة ادخل فورمة جديدة او انا جبت تامبلتس جديدة من عند الانترنت، طبعا في تامبلتس كتيرة جدا غير المدعمة دي على الانترنت، وعايزة اضيفها فببدأ اضيفها من الاوبشن بتاع نيو فروم اكزيستنج. اوكي، اوبشنز جديد وهو البرنت. الاوبشنز ده انا بستخدمه على لو انا عايز ابرنت دوكيمنت مثلا معايا سوفت وعايز اطبعه هارد، ففي بعض الاوبشنز اللي بستخدمها. طبعا اهم حاجه في الاوبشن برنت ان هو يبقى حاسس بطبعه، يعني في اكسترنال ديفايسز كده اللي هو البرينتر لازم يكون متوصل ويكون هنا متعرف عليه. طبعا انا مش عندي برينتر، ولكن مثلا هنقول ان ايه مايكروسوفت اكس بي دوكيمنت رايتر، يعني بنبدا ان احنا نستخدم اسم الرايتر، اسم الطبعه اللي انا موصلاها عندي. ببدا اشوف كام كوبي انا عايزه، لو انا مثلا عايزه اعملها 3 كوبي او 2 كوبي او 4 كوبي ايا كان. ببدا احدد كمان هل انا عايزه كل البيجز بتاع الدوكيمنت، ولا عايزه الكرنت بيج يعني الصفحه دي بس، ولا كاستم بيج رينج. كاستم بيج رينج برنت كاستم رينج بيبدا ان هو يطلع لي اوبشنز انت عايز من صفحه كام لكام. يعني ايه، انا مثلا سي مثلا عندي دوكيمنت زي كده 4 صفحات، وانا عايزه اطبع الصفحه الاولى والثانيه بس، فبقول من 1 وداش و2 كده هيطبع لي من صفحة 1 لحد صفحة ايه، صفحة 2. كمان بنبدأ نتحدد انا عايزة هطبع السلايد دي وان سلايد، ولا مثلا عندي كذا صفحة وعايزة اجمعهم مع بعض. اوكي، بعد كده هنعرف كل ايه كولكتد وان كولكتد. كمان هنتعامل مع الكاستم ميرجنز، وده هنعرفه في البيج لي اوت ان شاء الله. ان انا عندي الصفحة بيكون ليها زي حواف، يعني انا مثلا هنتعرف هنشوف حواف الصفحة ازاي نتحكم فيها. لو انا مثلا عايزة اطبع دوكومنت وعايزة ادبسه من على الجنب، او ان انا مثلا اعمل عملية التكعيب بالنسبة مثلا لاي ملزمة ولا اي حاجة، فلازم يبقى عندي سايز كده من على الجنب بسيبه علشان الحاجة اللي انا هستخدمها
المثبت اللي انا هستخدمه ايا كان whatever ما يكونش داخل الكلام بتاعي او ما يغطيش على الكلام بتاعي. كمان سبريد شيت زي ما قلنا بير شيت، يعني هبقى صفحة واحدة ولا صفحتين جنب بعض ولا اربعة ولا ستة، يعني ايا إن كان انا عايزة ايه الشكل اللي انا عايزة اطبع بيه الدوكومنتس بتاعي. بعد كده في اوبشنز المهم جدا، وده بيكون موجود في معظم او في كل تقريبا اي برنامج في الدنيا، وهو اوبشنز الهيلب. اوبشنز الهيلب ده بيساعد هو عبارة عن الديكشنري اللي بيحتوي على كل الوظائف او كل التعريفات او كل الفيوتشرز اللي خاصة بالبرنامج ده. فانا بالنسبة لي مايكروسوفت وورد فيها ديكشنري او هيلب، مجرد ان انا بدوس على اوبشنز سوري على هيلب، ومن هيلب مايكروسوفت اوفيس هيلب، بيبدا يطلع لي الويندوز دي. الويندوز دي انا هكبرها كده شويه عشان نبدا نتعرف عليها اكتر، لان هي حاجه مهمه جدا. ده يعتبر الاوف لاين سيرش، وممكن ان انا ادوسها اعملها ايه. بيقول لك ان الاوف لاين شير يعني شو كونتنت اونلي فروم ذيس كمبيوتر، يعني انا مش بسيرش الحاجه على النت. يعني انا مثلا لو عايزه كاريت نيو فايل، عايزه مثلا ابرنت في ابرنت، ومش عارف ايه هي الخطوات اللي انا المفروض اعملها عشان اعمل البرنت دي او ان انا اكريت نيو فايل، فببدا ان انا اسيرش عليها. مثلا هنا اقول مثلا كرييت فايل، فهو بيبدا يعرف لي ايه هو الكرييت نيو فايل، ويبدا يخليني ادوس كرييت مثلا دوكيمنت ويز فيرجن كذا، وبيبدا ان هو يوضح لي open new document، كليك على فايل تاب، كليك سيف اس، ازاي ايه هي الخطوات اللي انا هتبعها لما كريت نيو فايل. كمان شايفين التاب اللي هي زي الكتاب دي، الكتاب ده مقفول، مجرد ما ادوس عليه اكن الكتاب اتفتح. طب لما الكتاب بيتفتح انا بشوف ايه؟ بشوف فيه الفهرس بتاعي، ايه الكونتنت او المحتوى الخاص بال 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 يعني الكونتنت او المحتوى الخاص بالوورد، ايه هي الاوبشنز اللي موجوده. انا مثلا لو عايزه ادخل جوه تيبل ازاي هاد تيبل، بيبدا ان هو يعرف ازاي هانسرت تيبل، ازاي هدرو تيبل، ازاي هعمل كونفرت للتكست داخل التيبل، هيديليت او اد رو او كولم، بيبدا ان هو يعرفك كل حاجه انت عايز ايه، انت عايز تعملها وبكل ايه وبكل سهولة. اوكي بعد كده نتكلم على الاوبشنز، وده يعني الاوبشنز دي هنتكلم بعد معاها وسط الكلام كده، او وسط ما ان احنا نجيب فعلا باراجراف ونبدأ نطبق عليه بعد الفيوتشرز، لان هو هيساعدنا في كده، هيساعدنا مثلا في ان احنا مش كلنا طبعا، او مش كل الناس تقدر تتحكم في الاوبشنز دي، ويا ريت محدش يعني مش فاهم في الاوبشنز دي يحاول يلعب فيها، لان هي ممكن تبوظ لك حاجات كتيره جدا وما تقدرش ترجعها. يعني ممكن تخليك تستدعي ان انت مثلا تعمل ديليت لطول معينه او اوبشنز معين متوفر لك وما تلاقيهوش موجود في الفيرجن بتاعتك. ليه؟ لان انت اوريدي انت لغيت استخدامه من هنا وانت ايه ما بتكونش عارف. اوكي اخر حاجه في الفايل اللي هي الاكزت، ان انت خلاص بتقفل الاكزت دي، بقى هي اللي بتعادل الكلوز، ان انت خلاص بتقفل الدوكومنت بتاعك ومش عايز تعمل فيه حاجه تانية. فهو لو انت مش كل خطوه بتعملها بتعمل سيف، هيقول لك في الاخر هيطلع لك الرساله do you want to save change you made to document file، ايه هي التشينج اللي انت عايز تعملها، عايز تسيبها ولا لا. فانت لو عايز تسيب اوكي، مش عايز تسيب بتقول طبعا ايه don't save. اشكركم ونتقابل مع بعض ان شاء الله في الفيوتشرز التانية. سلام عليكم.